متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم. بحمد من الله وفضله عمت أمطار غزيرة مناطق مختلفة من المملكة، تحديدا في مناطق كما نشهدها عبر صور الأقمار الاصطناعية، مناطق شملت أجزاء من كبيرة من حائل، حيث وردت العديد من الصور والفيديوهات تساقط زخات من البرد ووجود للسيول في تلك المناطق. ابتدت بعض من هذه الزخات لاحقا إلى أجزاء من القصيم، مرتفعات مكة المكعفة ومرتفعات المدينة المنورة أيضا تلقت بعض الأمطار الرعدية خلال ساعات عصر هذا اليوم. في جبال جنوب غرب المملكة شهدت بعض الزخات المطرية مرتفعات قريبة من مكة المكرمة، إضافة إلى مرتفعات جنوب غرب المملكة بما فيها مرتفعات الباحة، وبقيت بعض التشكيلات من السحب تظهر في المنطقة البحرية من البحر الأحمر المنطقة الوسطى، لكنها تمطر هناك ولا تدخل إلى داخل اليابسة. بعض هذه السحب أيضا امتد لاحقا إلى أجزاء من رفحاء خلال ساعات المساء والليل، واقتربت أيضا من حفر الباطن. جميع هذه المناطق تأثرت بحمد الله بحالة مطرية جيدة، جلبت معها زخات رعدية من الأمطار، اشتداد في سرعة الرياح، تساقط زخات من البرد، وحدوث لجريان الأودية والسيول والشعاب في تلك هذه المناطق بحمد الله. ذلك ناتج طبعا عن تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي متوقع أن تستمر معنا خلال اليومين القادمين. هذه توقعات الهطولات المطرية بحسب نماذج التنبؤات الحاسوبية والمحاكاة العددية، والتي تشير إلى وجود بقاء احتمالية هطول الأمطار يوم الثلاثاء في المناطق الممتدة من شمالي شرق المدينة المنورة، مرورا بحائل إضافة إلى أجزاء من القصيم ووصول حتى حفر الباطن. كما تلاحظون زخات من الأمطار متوقعة في هذه المناطق، تكون بعض منها غزيرة ومصحوبة بالبرد وبعض العواصف الرعدية القوية واشتداد في سرعة الرياح في بعض الأحوال. ولا يستبعد أن تشهد هذه المناطق جميعها احتمالية لأن تتشكل بها بعض السيول القوية، وفي بعض الأحيان أيضا لا يستبعد أن تكون هناك يعني جريان للأودية والشعاب في هذه المنطقة. بعض الزخات الرعدية والأمطار واردة حتى شمالا في منطقة عرعر والحدود السعودية العراقية، بالإضافة إلى رفحاء، وكذلك جنوبا باتجاه القصيم. على الجانب الآخر هناك زخات من الأمطار الرعدية أيضا متوقعة في جبال جنوب غرب المملكة بما فيها أيضا مرتفعات الطائف كما تلاحظون، مرتفعات الباحة وأبها وعسير، وصولا إلى تلك الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. مع دخولنا في ساعات عصر يوم غد تمتد بعض من هذه الزخات المطرية باتجاه مرتفعات مكة المكرمة، وتستمر الأمطار بمشيئة الله تعالى بالهطول على شكل زخات ما بين الحين والآخر، وفي مناطق عشوائية تكون على شكل أمطار رعدية في ذات المناطق، في مناطق حائل قرب حفر الباطن، مناطق رفحاء والحدود الشمالية إجمالا من المملكة، على موعد إن شاء الله مع أمطار وفيرة خلال اليومين القادمين. كما تلاحظون هذه الحوسبة أو نماذج الحوسبة تشير إلى ذلك، وجود أمطار في شمال المملكة، وتستمر فرص الأمطار معنا حتى يوم الأربعاء. يوم الأربعاء تكون الأمطار متركزة في الحدود الشمالية بالمملكة على شكل زخات رعدية غزيرة في بعض الأحيان وفي بعض هذه المناطق، وتمتد بعض منها مع ساعات عصر يوم الأربعاء أحيانا إلى المنطقة الشمالية من حائل، ولكنها تبقى متركزة في هذا القطاع بشكل كامل، مع بقاء فرص الأمطار واردة في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة على المرتفعات يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. عودة إلى الأحوال الجوية أو التوقعات الرياح خلال الـ 24 ساعة القادمة، بعض نشاط الرياح متوقع يوم الثلاثاء نهارا في هذه المناطق مع تشكيلات السحب الرعدية، وبالتالي لا يستبعد أن تسبق الأمطار الرعدية أحيانا ببعض الموجات الغبارية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق حائل والقصيم والأجزاء الغربية من المدينة المنورة. أيضا نشاط الرياح متوقع عصر يوم غد في شمال الرياض، وأيضا وصولا إلى هذه المناطق، مناطق القصيم وحفر الباطن، وكما نلاحظ أيضا هذه المناطق يتوقع أن تشهد بها نشاطا للرياح بشكل عام، ثم تتلاشى هذه الرياح. لكن إذا نظرنا ليوم الأربعاء هناك نشاط متوقع للرياح في المناطق الشرقية من المملكة، وتكون مثيرة للغبار بمشيئة الله تعالى. إذا الأحوال الجوية هذه الليلة وفي الرياض الأجواء مستقرة تماما صافية، درجة حرارة 21 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء لطيفة الحرارة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من عرعر، المتوقع أن تشهد زخات رعدية من الأمطار خلال اليومين القادمين، وتكون درجة حرارة 22 إلى 14 درجة مئوية، سكاكا من 29 إلى 17، وفي تبوك 25 إلى
14 درجة مئوية. المناطق الغربية للمملكة تكون في جدة من 36 إلى 26، في مرتفعات مكة من 36 إلى 25، وذكرنا هناك فرصة لبعض الزخات المحلية الرعدية من الأمطار عصر يوم غدا. في الطائف كذلك أمر 27 إلى 18، وفي مدينة منورة من 34 إلى 21 درجة مئوية مع فرص للأمطار على مرتفعات المدينة الاتجاه الشمالي الشرقي. مرتفعات مكة في ساعات العصر يجب متابعة الأحوال الجوية خشية تشكل سحب ركامية رعدية، كذلك هو في مرتفعات الطائف. انتقال المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تشهد جميعها فرصا لأمطار رعدية من الباحة وأبها وجازان، ولكن المناطق الساحلية تكون دائما الفرصة تحت المتابعة، في حين المرتفعات الجبلية الأمطار الرعدية واردة بقوة، تكون درجة حرارة في الباحة من 24 إلى 18 درجة مئوية ليلا، في أبها من 24 إلى 13، وفي جازان من 32 إلى 28 درجة مئوية. المناطق الشرقية من المملكة تكون في الأحساء من 33 إلى 18، 34 إلى 20 في الدمام، هناك فرصة لأمطار رعدية في حفر الباطن غدا من 32 إلى 20، وتكون أحيانا مسبوقة بنشاط بسرعة الرياح. نهاية، في المناطق الوسطى بالعاصمة الرياض الأجواء مستقرة 32 إلى 20، لكن بالقرب منها في القصيم فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار تكون 30 إلى 17، أما في حائل فالأجواء غير مستقرة للغاية، وتكون الفرصة عالية لأن تشهد زخات رعدية من الأمطار، قد تكون مصحوبة بزخات من البرد في بعض المناطق المجاورة والمحيطة، وتكون العظمى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، أما درجة الحرارة الصغرى ليلا فتكون 15 درجة مئوية. بعض التنبيهات والنصائح بشأن الأحوال الجوية السائدة وتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة. في العاصمة الرياض الأجواء مستقرة تماما، الأجواء مشمسة مائلة للحارة في ساعات النهار، لطيفة في ساعات الليل، تكون العظمى 32 درجة مئوية وصغرى 18. الخير قادم إن شاء الله في العاصمة الرياض في القريب العاجل، قد نرى إن شاء الله أمطارا خاصة بعيد منتصف هذا الشهر. بينما بالنسبة لبعض التنبيهات والنصائح بشأن الأحوال الجوية السائدة والمتوقعة، فنبدأها دائما بالانتباه من خطر شدة العواصف الرعدية، الانتباه من جريان الأودية وتشكل السيول بسبب غزارة الأمطار، والأمر الثالث هو من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح النشطة أحيانا بسبب العواصف الرعدية وما يسبقها من رياح هابطة. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. لمتابعة تفاصيل حالات عدم الاستخارة الجوية تتأثر بها المملكة وأماكن هطول الأمطار، وللمتابعة الحية أولا بأول، حملوا تطبيقنا تطبيق طقس العرب، أو يمكنكم زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني arabiaweather.com، أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. إذن دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.